سقوط عدد من القتلى في العاصمة السورية أو ريف دمشق بالتحديد من القتلى المدنيين، هذا النبأ صحيح؟ مساء الخير. يعني ابدا الان من الريف الدمشقي والاحداث الداميه به. يعني الى الان في الريف الدمشقي عده شهداء متوزعين على كافه مناطق الضغط. لدي وصلت الانباء عن وجود 150 شهيدا في بلده عين ترى. الخبر هو غير صحيح تماما. الخبر الصحيح هو الشهداء الى الان يعني حوالي اكثر من 35 شهيدا في الريف الدمشقي في الغوطه الشرقيه متوزعين على عده مناطق، يعني حزه 11 شهيدا، عين ترمى حوالي 7 شهداء، حموره 3 شهداء، بيت سوى 3 شهداء استشهدوا في بلده مترابه، ويلدى شهداء وحرسه شهداء والبقيه في بقيه انحاء الريف الدمشقي. يعني اليوم دخلت عصابات اسد الى بلده عين ترمى واحدثت بها دمار شامل في البلد، والجثث هناك في الارض والمحلات والبيوت المنهوبه والشارع يعني صعب المرور منه من كثره عمليه الكهرباء الواقع على الارض والدمار الحاصل بها. يعني اسماء بعض الشهداء احمد الحمصي ومحمد علي مخزوم ومازن الرفاعي، هؤلاء العدد القليل من الفيض الكبير. كذلك الغوطه الشرقيه اليوم الخامس على التوالي القصف والبلدات المنكوبه والنزوح بالالاف العائلات. يعني شاهدنا اليوم في بلده مشرابه كيف انهارت عليها قفائص الهاون، حتى الحيوانات لم تستم، يعني تم تدمير مزرعه بكامله كان بها عده حيوانات لم تستم من بطش النظام. كذلك اليوم اقتحام لمدينه عربين كان من ثلاث محاور من جهه زمالكا ومن جهه مفرق عربين حرستها. كذلك اتانا قبل قليل من موظف العاصمه من دمشق ان هناك كان هناك اشتباكات عنيفه جدا تدور في حي تشرين وحاله هلع كبيره جدا للجان الشعبيه. كذلك ارتفع عدد الشهداء يعني في سوريا في عموم سوريا لهذه اللحظه الى اكثر من 90 قتيلا بنيران النظام معظمهم في دمشق والريف. طبعا بالنسبه للشهداء يعني اللي تم ذكرهم في الخبر اغلبهم في دمشق وريفها. كذلك يعني اليوم كان في مخيم اليرموك سقوط خفيف يعني بجانب تربه الشهداء وادت الى عده اضرار واصابات وجرحى وحاله من الفزع في حي التقدم ونزوع الاهالي الى احياء طيب. اكثر منها. سيد طاسم سيد صهيب، بما ان الصوت الهاتفي الان ربما افضل مما بدانا به المكالمه الهاتفيه، دعني اتاكد منك ويتاكد مشاهدونا معنا ما حدث في عين ترمى بالتحديد وما سمي بوقوع مجزره هناك، انت تنفيه تماما. أعد الإجابة من فضلك على هذا الجزء. طبعا بالنسبة إلى بلدة عين ترمى يعني عند دخول قوات الأسد الهمجية إلى هذه البلدة وصلت عدة شائعات أن تقول أن الجثث في الأرض، هو الكلام صحيح نعم الجثث هي في الأرض في بلدة عين ترمى وهناك شهداء كثر، يعني الآن إلى الآن استطعنا أن نحصي فقط حوالي العشر شهداء في عين ترمى. الخبر وصل من 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 أماكن أخرى أن الشهداء هم 150 وهذا الكلام عار على الصحة لأننا لم نتأكد نحن بأنفسنا من أعداد هؤلاء الشهداء. يبدو أن هناك شهداء يفوق العشر شهداء. نعم سيد صهيب، لأن عدد الشهداء الذين شاهدها الناشطون تفوق بكثير العدد الذي وصلنا. وصلت الفكرة، ليس ب 150 وصلت كما وصلنا. وصلت الفكرة. صهيب القاسم مراسل شبكة شامل إخباري عبر الهاتف من العاصمة السورية، شكرا تحياتي سيد صهيب. وكان عشرات الصحفيين الأتراك قد خرجوا